آخر مصيبة بالسجون صارت بالتاجي، والتقرير يقول تقرحات جلدية ومرض مناعي. زين، منين إجا وليش ما تعالج؟ ما خفتوا يعدي النزلاء الباقية؟ حكي ما يطب العقل طبعا. صحيح، رحب بضيفنا الدكتور أنس العزاوي، عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان السابق. حياك الله. أنت مقتنع بتقرير طبيب السجن؟ مساء الخير علي السجيهان وعلى جميع مشاهدي قناة التغيير. يعني هذا القناعة، سؤالك أنه مقتنع أو ما مقتنع، يعني طيل فترة عملنا المفوضية العليا لحقوق الإنسان والزيارات الرصدية والتقارير التي تحرك فعليا ولفترات قريبة جدا، كل هذه طبعا أكيد ما تخليني أقتنع بأي تقرير ممكن يصدر من جهات كانت هي السبب في موت أحد النزلاء أو المودعين. الحكومات العراقية المتعاقبة تقر بوجود، اليوم هسه قرت بوجود انتهاكات داخل السجون. أنا أقدر أقولها يعني السجون صارت مقبرة وكارثة ما يتحملها العقل. يعني الآخر شيء أساليب التعذيب المتعددة، قبل أيام أعتقد كانت وطلعت على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ما لقت صدى أكثر بتعذيب أحد النزلاء الموجودين، ضرب بالبطن والقدمين والتعليق إلى السقف، العنف الجسدي والجنسي، استخدام الكهرباء بالأعضاء التناسلية والقوارير الزجاجية. يعني السجانين قاموا يتفننون، يعني ما أعرف إنه حالات فردية أم هي عقيدة ممنهجة راسخة بدماغهم البعض منهم. لا سيدة جيهان، من أمن العقاب أساء الأدب. يعني إحنا ما نقدر نفترض كل هذه الأحداث إنها أحداث شخصية أو تصرفات شخصية، لأن غير المعقول إنه هذا الحادثة الشخصية تعاد وتتكرر بين فترة وأخرى والكثير من عدها غير معلن، لكن إحنا يصلنا المعلن وبالتالي تشن حملة في وسائل التواصل الاجتماعي أو في الإعلام، وبالتالي يعاد تسليط الضوء على هذه الحادثة، بدليل أنه هناك فعليا من يعني ينتهج ويتمرس في عمليات التعذيب داخل السجون، ولا تنكشف هذه الحالات إلا مع الإعلان عن الضحايا فعليا. يعني حادثة العقيد الأخير الذي فعليا هو في طور إطلاق السراح وانتهاء محكوميته، وبالتالي تعرض إلى التعذيب ومن ثم يسلم إلى أهله جثة هامدة. وأيضا خلي أتوقف هاي عليها، يعني ما معقولة كل هذه الإجراءات، ما معقولة كل هذه الإجراءات الحكومية فعليا بجهد ومحاولة تصحيح المسار لكن مع الأسف أنه تعاد الكرة من جديد، وكأنه شيء لم يكن، وكأنه هذه التحذيرات لم تكن كافية وهذه العقوبات لم تكن جازمة وقاطعة لمن تسوي لنفسه وممارسة التعذيب على السجناء أو المودعين في السجون وهم محكومين وبين أربعة حيطان.